مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض مهارات جديدة وهنعمل وصفات يعني أتمنى تنول إعجاب حضراتكم. ولكن أول وصفة هنبدأ فيها هي وصفة لصديقة البرنامج أم جوزيف علشان هي طلبة الشلولو. هنعمله النهاردة وصفة من الصعيد، يعني وصفة كده أصيلة إن شاء الله هنعملها مع بعض بالملوخية الناشفة. وخلينا نقول إيه، هنبدأ بقى تنطلق صفارة الحكم ونبدأ الشوط الأول مع بعض ونبدأ في أول الوصف. هقول المقادير بتاعتنا ونتكلم عنها واحنا شغالين. الشلولو، عندي كوبايه من الملوخيه الناشفه، عندي عصير ليمون، معلقه صغيره من هريسه الشطه وهي دي اختياري، عندي كمان كزبره جافه، كمون، في ملح وفلفل، والميه هتبقى او مرق ساقع، للتزيين شرايح فلفل اخضر او شرايح ليمون على حسب الرغبه. طيب انا بالنسبه لي يعني الشلولو دي برضو من الوصفات الجميله الحقيقه، انا عملتها قبل كده وليها طعم وتيست مختلف، بس انا خليني ايه، انا هستخدم فيها المرق اللي موجود، ممكن يبقى مرق خضار عادي جدا، مش يعني مش مرق اي حاجه، ممكن يبقى مرق خضار او ميه زي ما انتم عايزين اللي متوفر عند حضراتكم. انا بس ايه عايزه اقول ليها اسم تاني بيقولوا ايه بقى وصفة غريبة شوية، وصفة الست على فرشتها او الشلولة، معرفش يعني هما ليه سموها كده، بس هي اكيد هي ليها اصل. يعني هي عموما خلوا بالكم الشلولة دي كانت اساسها فرعونية، وكانت الملوخية دي بتتزرع على ضفاف النيل، وهم كانوا الهكسوس فاكرين ان دي يعني حاجة نبتة سامة يعني، فكانوا بيجبروا المصريين على ان هم يتناولوها، وبعدين عرفوا ان هي بقى مفيده مع الوقت، وبدانا بقى يعني فيها نسبه حديد بقى وكالسيوم وحاجات حلوه، وكانت بتمد بالطاقه وبتقوي العظم، فبداوا بقى يتعاملوا بيها، وكمان هي حلوه جدا لصحه الشعر كمان. انا بس بدفي المرق، مش عايزه اسخنه قوي، بس انا ده مرق خضار عادي جدا، يعني احنا ممكن نجيب جزر وكرفس وورق لورا وبصل وحبهان وشويه مستكه ونطعم كده مرق بسيط للخضار نستخدمه في اي حاجه لاخواتنا الصايمين لو مش هيستخدموا مثلا شوربه فراخ او شوربه لحمه او اي حاجه، دي ما فيهاش مشكله خالص. طيب هاخد بقى بوله كبيره كده. انا بعمل زي ما قلت لحضراتكم، فاكرين لما عملنا الملوخيه الناشفه قبل كده مع الملوخيه الخضراء وقلت لكم ان لازم الملوخيه دي بعد ما بتيجي طبعا وبنشفها في البيت وبنقطفها وبنحط الورق ينشف وبعدين نبدا بقى نفركها، طبعا في البيت بتبقى نظيفه لان احنا بنقطفينها مظبوط ما فيهاش شوائب، لكن لو شارينها من بره لازم ننضفها عشان الشوائب، يعني بصوا حضراتكم لازم تبقى نظيفه شويه. انا هعمل شويه حلوين عشان في اخواتنا هنا وفي ميشو كمان معانا للصوت، في كذا حد من اخواتنا المسيحيين معانا ايه عايزين اكل صيامي، تعالوا بقى ايه نزود شويه. ومعانا استاذه زينب، اهلا وسهلا زينة يا زنزون يا قلب مامتك. انتي ازيك يا ست؟ وحشتيني. انتي كمان وحشتيني يا قمرايا، عامله ايه يا حبيبه عمري؟ الحمد لله. ايه الشياكه والقمر ده؟ يا روح قلبي، انتي الاجمل يا نور عينيا والله. عامله ايه؟ وحشتيني. الحمد لله. انا كنت عايزه اسال سؤال. اتفضلي، انتي تسالي كل اللي انتي عاوزاه. انتي هو زيت الزيتون لما بيتحط على النار بيجرله حاجه؟ بصي بقى، هو في انواع لزيت الزيتون، انا هجاوبك دلوقتي. احنا هنجيب النوع اللي مش على البارد، اللي هو مش نوع زيت الزيتون البكر الممتاز ده، بيتحط على البارد للسلطات وكمان زيت الزيتون البكر، هنخلي بالنا ان دول ما ينفعش نحطهم على النار. الانواع الثانيه بقى بيبقى مكتوب عليها ان دي ممكن تعرض للحراره، وخلي بالك زيت الزيتون زيه زي اي زيت ليه درجه حراره، اهم حاجه ما يتحرقش، ما نوصلوش انه يتحرق عشان يبقى صحي، يعني البان تبقى سخنه اروح حاطه واضيف حاجتي على طول. ده بالنسبه لزيت الزيتون الذي يتعرض للحراره، لان مش كل الانواع بتتعرض للحراره، في انواع لا. يبقى انا يا رب اكون جاوبتك صح يا دودي حبيبتي يا زينة. انت وحشتيني جدا وبشكرك على يعني ان انا بسمع صوتك، وربنا يحفظك يا نور عيني، انت كانت حلقتك جميله وكنت سعيده بوجودك انت ومامي جميله دي جدا جدا. بصوا بقى انا بحاول اطريها بس شويه، معلش انا يعني ايه اديها بس القوام اللي احنا اتفقنا عليه، ما بحبش يعني احطها على طول على المرق، عايزه اخليها كده شبه الخضره شويه وبعدين اخفها بقى. بسم الله. طبعا صديقتنا ام جوزيف يعني ايه ببلغها تحياتي،
وان هي كانت طالبه الشلوله. وان شاء الله الاسبوع اللي جاي يبقى فيه حلقه مميزه للايس كريم بكل انواعه زي ما حضراتكم طلبتوا، فواكه الموسم كلها بطريقه سهله وبسيطه وطعم حلو. هندي بدائل لكذا حاجه لو مش متوفره عند حضراتكم تعملوا بدائل ليها. وكمان عايزه اعمل معاكم تورته كده حلوه. في ناس كتير كلموني عايزين تورته بالمانجا، المانجا من موسم وعايزين حاجه موفره، بيشتروها من بره بارقام كبيره قوي. انا معاكم طبعا، فخلينا ان شاء الله نعمل ده بطريقه سهله ونعمل سبونج مع بعض ونطلع ونخبز ونوريكم. هنعمل هتبقى حلقه واحده خاصه بالتورته دي عشان حضراتكم توصلكم المعلومه صح. معانا حاجه احسان، اهلا وسهلا. السلام عليكم. مساء الخير يا حبيبي قلبي. اهلا بيك يا امي، ازيك؟ كل سنه وانت طيب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك يا فندم. الله يسترها معاكي دنيا واخره يا ضنايا. امين يا رب يا امي، تسلمي. تسلم ايديكي. الله يخليكي، يسلمك من كل شر. تسلمي يا حبيبتي. وصلي لي للرئيس قولي له ايه الحاجه احسان، عايزه تشوفك قبل ما تموت. ربنا يديك الصحه. انا عندي 80 سنه. حبيبتي ربنا يديك الصحه. اشوفك قبل ما اموت والنبي يا ريس. يا حبيبتي. والنبي يا ريس اشوفك قبل ما اموت. حبيبتي يا رب يكون سامعك، وان شاء الله ربنا يديم ليكي الصحه والعمر يا حبيبتي. ان شاء الله وربنا يا رب. اذا انت نفسك في حاجه ودي امنيتك ربنا يحققها لك عن قريب باذن الله. ان شاء الله. تسلمي لي يا حاجه احسان، شكرا ليكي. طيب بصوا بقى انا ايه عملت كده، بصوا اديتها قوام كانها زي الخضره كده، كانها لسه ايه مخروطه زي الخضره ما احنا بنعملها. جميله ازاي؟ طيب عايزين بقى ابدا اخدها. انا الحقيقه عايزه احطها هنا اضيف عليها شويه شويه من المرق، بس ايه خليني اشيل دول. هاخد شويه كده من الهريسه، الهريسه دي اختياري، هي ساعات بتدي طعم حلو كده، بس ممكن كمان تبقى هريسه مش حاره، يعني مش شرط يكون الفلفل الفلفل حار يعني. عايزه اخد كده منها شويه، بصراحه هي من مضمونها بتبقى رائعه، وشويه كزبره كده. الكزبره دي جميله، بتسهل عمليه الهضم جدا، وبتعالج الانتفاخات، وبتحمي القلب من امراض، وبتقاوم الزهايمر، فيها يعني فوائد. رشه كده من الكمون، وتعالوا بقى ايه وناخد كده من الثوم. الثوم ده كمان جميل مفيد جدا، وبعدين في مضادات اكسده بيحمي من الكانسر وبيقوي المناعه وبيبقى جهاز دفاع قوي جدا للجهاز الهضمي. الناس اللي عندها مشاكل وديدان واميبا وكده يعني بتبقى، بس طبعا الناس اللي عندها يعني لا قدر تعب او قرح ما يعني ما بيفضلش. طيب تعالوا بقى بسم الله. هاخد شويه شويه من مرق الخضار ده، بس انا عايزه دي طعم. وطبعا نقدر زي ما احنا عملنا بالميه الساقعه نفضل نحل فيها كده ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه شويه. بصراحه هي اكله جميله تتاكل بالعيش. انا هعمل كده جنبها شويه عيش، كان نفسي اعمل لكم العيش الشمسي بطريقه سريعه، لكن ان شاء الله نعمله. ناخد ام اسلام حبيبتنا، يا صباح الفل. صباح الفل على عيونك يا ام اسلام. حبيبتي صباح الهنا عليك يا قلبي. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. وحشتيني والله. دايما يا رب. وانت كمان والله يا حبيبتي. عامله ايه؟ عاملين شلولو. ام جوزيف طلبت الشلولو وانا ما اقدرش اتاخر عنها. اقول لك ايه بقى؟ ام جوزيف يعني دي حبيبتنا كلنا. والله. والله دي حقيقه. طلباتها اوامر علينا كلنا. ربنا يديك الصحه والعافيه. ربنا يخليكي يا حبيبتي. عايزه بقى عيش شمسي كده. ايوه. الله. تفتحيش نفسنا بقى، اسكتي، احنا لسه بنتكلم على الدايت وقاعدين مع الدكتوره، هتشوفوها فقره جميله ان شاء الله. لا احنا فعلا محتاجين فقره الدايت دي. قولي لي لو ليكي اي سؤال انا اساله. معانا دكتور ايهام الحياوي ان شاء الله النهارده باذن الله. انا عندي والله، بصي يا عظيمه، لما ببقى اعمل الدايت انزل بسرعه، وبعد كده تلاقيني بطء وارجع تاني. طب لما بترجعي تاني بتزيدي اكتر ولا بترجعي نفس الوزن؟ طيب لا بزيد. حاضر. انا هسالها السؤال ده اول حاجه ان شاء الله. وتابعينا يا روح قلبي. ربنا يخليكي، ما يحرمناش منك ابدا يا رب. ولا منك يا روحي ولا منك. دايما منوره الدنيا. تسلمي، منور بوجودك. ربنا يخليكي، ودايما منوره قناه الاهلي، والاهلي منور حياتنا كلنا. امين يا رب العالمين. تسلمي يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. تسلمي لكل كرو البرنامج. يوصل يا حبيبه عمري، نورتينا وشرفتينا. ميرسي يا حبيبتي. تسلمي يا ام اسلام، شكرا يا حبيبتي. بصي انا بشوف القوام، اصل انا بحبه تقيل، بس انا هخفها شويه لان انا عامله شويه حلوين يعني يكفوا الناس اللي عايزه وزياده. وبعدين بقى هنحبشها دلوقتي.
تعالوا كده. بصوا بقى جميله ازاي، بصراحه اكله حلوه. وانا بصراحه لما دفيت انا حبيت اديها من روح. ليه بقى؟ في ناس لو اول مره هتجربها ممكن تكون مش متعوده قوي انها تاكل ايه. اي نعم الملوخيه الساقعه بتبقى حلوه برده، بس احنا عشان مش متعودين ان احنا في القاهره بناكل الملوخيه ساقعه لازم ندفيها شويه. هي طبعا لما بتبات بتبقى حلوه، لكن اقصد ان لو حد لسه هيجرب الوصفه دي على انه يعني يعملها ما يبقاش متضايق وحاسس انها مختلفه قوي فيخاف يجربها. لكن بصوا بقى احنا هنعملها ايه، بصوا كده وبقى فيها. شوفوا المطه دي، اصل دي ملوخيه على فكره. احنا الملوخيه لما عملناها لحضراتكم كنا بالفعل منشفين الملوخيه، ملوخيه خضراء بجد احنا عاملينها مش شاريينها. حتى المربات اللي بستخدمها لما عملنا مربات مع حضراتكم في حلقات بنحتفظ بيها، بتبقى في حاجات بنحب نستعملها عشان تشوفوها حقيقيه، وبيبقى باين القوام اكيد مختلف عما الناس بتشتري الجاهز يعني. بصوا كده تمام، هنقلب بقى تقليبه حلوه كده. ممكن بقى ايه، احنا حطينا مهريسه مش حاره، احنا هنحط رشه شطه خفيفه بس تدي كده تيست وطعم مع الكزبره مع رشه الكمون الحلوه اللي احنا حطيناها دي، ونبدا بقى ايه ناكل الطبق ده. انا هعمل حقيقه شويه عيش كده جنبهم لطاف، بس انا قبل بقى ما هعمل العيش هعمل شويه ايه بتنجان مخلل كده، حاجه تفتح النفس. بس هتحايل على التوابل بقى عشان نبقى اضفنا لحضراتكم حاجه جديده. هنعمل البتنجان بتاعنا هنشويه في الفرن. احنا اتفقنا ان اصح بتنجان ناكله ناخد منه الفايده هو المشوي، مشوي في الفرن. كمية بقى فيتامينز وألياف ومعادن، وعايزة أقول لكم يعني بتستفيدوا من نسبة الحديد اللي فيه، كل حاجة حلوة فيه. وعايزة أقول لكم بقى هو غني جدا بالفوليك، فبيعزز من نمو الجنين. فيعني إيه نعمله مشوي وناكله خفيف كده، حتى شويت معاه شوية فلفل علشان يدينا طعم حلو. بصوا بقى الملوخية بقت جميلة إزاي. طبعا كل أسرة على حسب التقل اللي هي بتحبه لل ملوخية. انا بصراحة بحبها تقيلة مش قوي، بس بحبها التقل الحلو ده. بصوا بحبها تقيلة تطلع كده تتغمس وتبقى جميلة كده. الشلولو وصفة جميلة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقولوا طب هقول لكم بقى ليه سميت طبخه الست على فرشتها، هم البنات عرفوا لنا السر. بيقولوا لي علشان هي يعني سهله، فالست ما بتحتاجش تقوم تعملها على النار، فبتعملها وهي قاعده في مكانها. ماشي والله تمام، يعني دي حاجات الواحد برضو يبقى عارف اصلها بتبقى حاجه حلوه وهي قاعدة في السرير مش للدرجة دي. وهي قاعدة في وسط الولد ماشي. طيب احنا بقى ممكن ايه ناخد كده مثلا شريحتين ليمون كده مثلا نجمل بقى هنا. ماشي حبايبي كده ده، وممكن هنا كمان كده شريحتين ليمون كده بس كده، مش عايزين حاجة تاني. ونقدم بقى الشلولة والجميل ده يعني ايه عشان خاطر أمه جوزيف. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ونستسمح حضراتكم بقى، هنطلع استراحة هنرجع نعمل كده وصفة جميلة حلوة محبشة ناكلها جنب الأكلة الحلوة دي تفتح النفس، ونشوف وصفة العيش اللي هنعمله ونغمس بيه عيش صحي كده ولطيف. خلينا نشوف هنعمل ايه بعد ما نرجع من الاستراحة ان شاء الله، في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. دلوقتي هنعمل وصفة بتنجان مخلل، بس هستخدم توابل شوية تميل إلى التوابل الهندية وليست المصرية. في منها مصري بس هي التوليفة دي تبقى طعمها حلو. الفكرة إن أنا شويت البتنجان وشويت الإيه الفلفل، حتى الفلفل الأحمر القرون شويته والرومي شويته. طيب هنقول الوصفة، هي بسيطة قوي. هنستخدم فيها بتنجان مشوي سواء العروس أو الرومي زي ما حضراتكم تحبوا مقطعينه مكعبات، فلفل أحمر جاف عندي اللي هو البابريكا ممكن يحل محله، عندي فلفل ألوان مشوي، ثوم شرايح، ملح خشن، نص كوباية من الخل، معلقة صغيرة من الكركم، حبوب خردل، وزيت زيتون، وكمون حب، وكاري، وكزبرة جافة، وهريسة الفلفل الأحمر.
توليفة كده حلوة قوي. يعني العلبة دي لما تتحط في التلاجة ساقعة كده، علبة إزاز تسقع وتاكلوها كده في ساندويتش خفيف، جميلة جدا. تعالوا نقول بسم الله. أول حاجة هحط الطاسة وهشوح شوية المكونات الجافة دي بمعلقتين زيت الأول. أهو يا زينة زيت الزيتون اللي ينفع نستخدمه على الحرارة. وبصي أنا سخنت الأول البان عشان أبدأ أحط التوابل عشان إيه ما سخنوش كتير. آدي الكاري والكزبرة، بسم الله، وادي بذور الخردل. معانا كارلا من الجيزة، اهلا يا كارلا. ايه الاسم الحلو ده يا أهلا. كارلا، ايه الاسم أهلا. الجميل ده يا روح قلبي، قوي يا ست عظيمة، حبيبة عمري انتي، ايه الاسم الجميل ده؟ وانا كمان مين سماكي الاسم الحلو ده يا كارلا؟ ها قوليلي مين اللي سماكي، بابا ولا ماما ولا تيتا ولا مين؟ مامي. مامي، ربنا يخلي مامي الجميلة دي، مامي ربنا يخليها لك يا روح قلبي. انا بتفرج وانت كنت بتمثلي يا روح قلبي. انت بتتفرج، انا سعيدة ان انت بتشوفيني يا نور عينيا انت والله. طب مش عايزة اي حاجة اعملها لك يا كارلا؟ اه قوليلي طبعا فورا. ايوه الملوخيه. انا لسه عامله شلوله وعايزه ملوخيه ايه، خضرة؟ طب ايه تاني غير الملوخيه قوليلي؟ حاجه حلوه بقى، قولي لنا حاجه حلوه اعملها لك تاني غير الملوخيه. وبلح الشام. يا خبر ابيض، ده انا عامله مخصوص من عيوني الاتنين. انا متشكره جدا ان انت كلمتيني وسمعتيني صوتك واسمك الجميل ده. انا بحبك قوي. وانا بحبك اكتر كتير كتير. انا بحبك قوي. وانا كمان يا عمري، تسلمي لي يا روح قلبي، ميرسي يا كارلا. بصوا كلها على عندك. حاضر من عينيا، بس كده هما كمان كلهم في الكنترول بيسلموا عليكي. هناخد شويه كده، تسلمي لي يا عمر قلبي، ميرسي، ربنا يحفظك يا رب لاسرتك ولمامتك الجميله. باي باي. بصوا هاخد بس تشويحه كده هنا حبه كده، وبعدين هوريكم بقى هحط في ال، بس ندفيه. هو طبعا دافي، اهم حاجه لما يكون طالع من الفرن ناخده على طول نحطه ايه عليه التوابل علشان يستوعب على طول التوابل الحلوه دي. بسم الله. بصوا بقى هنزل الكميه دي هنا يتشربها كويس، وهضيف عليها باقي الحاجات. اولا هلبس كده بس الايه الجلافز عشان هعمله هخلطه، هحط عليه بقى، نحط الخل ونحط الايه الفلفل، انا اقشر الفلفل بس من القشره اللي عليه دي علشان يبقى جميل معايا. بصوا عايزه اقول لكم، بصوا الفلفل ده جميل ازاي، الله، انا هحطه زي ما هو كده، افتحه بس كده اتنين مشوي كده وحلو، طعمه روعه. الفلفل ده ليه فوائد كتير جدا، كمان مهم للانيميا، يعني الناس عندهم انيميا، وبيساعد على عمليه الهضم، بيقوي الاعصاب، بيحمي كمان من فيروس كورونا، انتوا عارفينه، بينشط قوي الغده الدرقيه كتير، اكلتوه فريش او اكلتوه باي صوره، وكمان بيدي بيمد الجسم بالطاقه لانه فيه نسبه كربوهيدرات حلوه يعني، و بيمنع، بيقولوا يعني هو بيمنع الغثيان للمراه الحامل. بصوا ممكن نقشر كده القشره بعد الشم اهو، بصوا شايفين جميل ازاي كده، اصلا هو طعمه بقى كمان حلو من غير اي حاجه. هاخد كده شويه ملح، وعندي الخل، بسم الله الرحمن الرحيم، وهاخد كده معلقه من دي، هاخد بقيه الباذنجان ده، خليني اقلب كده الخليط ده. عايزه اقول لكم حبوب الخردل دي مهمه قوي وحلوه، بتعالج كتير تساقط الشعر، ومهمه لسرطان القولون لا قدر الله، وبتعالج السرطان، بتعالج سرطان القولون على الاخص. وعايزه اقول لكم كمان بذور الخردل دي بتساعد على فقدان الشهيه. بصوا استخدامها ليها الوان كتير وليها فوائد كتير،
ممكن بقى نحط واحده كده من الايه من هريسه الفلفل اللي مش حار. هريسه الفلفل اللي مش حار، الفلفل الاحمر اللي احنا شوينا منه ده، عاملين منه هريسه حلوه زي قدام حضراتكم اهي، تدي بقى طعم كده. بصوا بقى التوابل الحلوه دي يفتح النفس بصراحه، وهي بصراحه جميله. ماشي اتفقنا، نزود شويه عشان خاطر روني حياتي نعمية. بما ان بقى الواحد ايه عامل هريسه حلوه كده، بسم الله. طبعا حطينا بذور الخردل، حطينا بذور اللي هو الكمون الحب، شوحت كل ده على النار في زيت زيتون، وهحط دلوقتي كمان رشه بسيطه من زيت الزيتون. طبعا انا لما شويت البتنجان خدت بالظبط كده معلقه، قطعته مكعبات وخدت منه معلقه على الصاج، على الصاج، ودخلته الفرن علشان ايه يتشوي كويس، وبقيت اقلبه كل ربع ساعه و10 دقائق لحد ما وصل لحضراتكم شفتوه ده. دلوقتي بقى تعالوا بقى، ادي الايه الباذنجان والفلفل المشوي، باذنجان المشوي وفلفل مشوي بس بالتوابل الهنديه الجميله، حاجه كده مختلفه عن اللي احنا متعودين عليه. نقعد بقى الصبح لما نفطر الفول والطعميه والحاجات اللي احنا حابينها، الباذنجان ده بقى وصفته او تبلته مختلفه مع شرايح الثوم اللي احنا حطيناها. تقدروا تخلوا الثوم مفروم كمان، مفيش مشكله خالص. بصوا شرايح الفلفل حلوه ازاي المشويه. ناخد بقى رشه كده من زيت الزيتون خفيفه خفيفه بس اهو. وتعالوا بقى نوريكم عجينه عيش سهله وبسيطه جدا نقدر نعمله على الطاسه، ناكلها جنب الايه الوصفه الحلوه دي اذا احنا عايزين حاجه يعني ايه صحيه. ونقدر لو عندنا العيش الشمسي طبعا الاصلي، يا سلام هيبقى احلى واحلى بقى. طيب ناخد كده مع الشلولو، هنقدم بقى الباذنجان وادي الشلولو. وتعالوا نعمل الوصفه الحلوه دي، ننزل مقاديرها مع بعض. عندي العيش الجميل اللي احنا هنعمله سوا مع بعض ده، البتنجان تسلم ايديكم وعينيكم، شايفين جميل ازاي. عندنا بقى هنستخدم دقيق الشوفان ودقيق القمح الكامل الحب عشان ايه نبقى استفدنا منه، وهناخد كمان بذور الكتان وحبه البركه ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه ومعلقه صغيره من الملح واربع كوبايات ميه على حسب نوع الدقيق اللي حضراتكم هتستخدموه. انا هستخدم الدقيق الشوفان، دقيق القمح الحبه الكامله. طيب علشان بس نظبط المقادير الميه، احنا هنقول الميه ايه واحنا بنحطها تدريجيه، وده افضل عشان نتحكم فيها، لكن واحنا شغالين هقول لحضراتكم الايه التفاصيل. بصوا بقى ده دقيق القمح الحبه الكامله، ماشي الكلام اهو. عايزه اقول لكم الفرق بينه وبين الدقيق العادي انه اليافه اكتر، لان هو لسه بتميل الحبه الى الايه اللون بتاعها الحقيقي، ففي فيتامينز اكتر. بصوا في طبعا بي 1 وبي 2، في فوليك اسيد وبيعالج الامساك مهم، وبيحسس بالشبع، بيقعد لفترات طويله في المعده نحس بالشبع اهو. هاخد بقى بذور الكتان عشان نبقى احنا اخذنا حاجه اكثر فايده يعني، وعندي شويه من حبه البركه. بذرة الكتان دي المعلقة الواحدة فيها تقريبا 55 سعر، وفيها ألياف حلوة قوي بتحمي الجسم من السموم، وكربوهيدرات بتعالج الإمساك، وفيها أوميجا 3 تخيلوا. هاخد كده رشة ملح، وهي كمان من الحاجات اللي بتقلل مستوى الكوليسترول في الدم، تحافظ على الشعر والتساقط. في ناس بتحب يعني تطحنها وتحطها على الشعر. بصوا بقى هناخد كده بس ما نكترش، خلوا بالكم لان هي كمان يعني مش محببه للسيدات الحوامل. تعالوا بقى كده ايه نجرب الفيشه هنا، حط بس الفيشه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بسم الله، ايوه نقلب بس مكونات الجافه، وناخد بقى الميه. انا بفضل الميه تبقى فاتره، وهقول لحضراتكم ليه. دايما دقيق القمح ودقيق الشوفان ياخد نسبه سوائل اكتر شويه،
بالنسبه لي انا لازم اخلي العجينه اجربها انها ما تشققش، عشان هي دي نجاحها. يعني ايه بالذات في نوع الدقيق ده، فهو ساعات بيخدعنا شويه. فنخلينا بس لحد ما اوري حضراتكم المسها ازاي. بسم الله، هنصب شويه شويه. نسبة السوائل فيه أعلى من الدقيق الأبيض. عايزة أقول لكم أصل عيش الشوفان ده أو خبز الشوفان ده من فنلندا، من كتير قوي، من سنين طويلة قوي، أكتر من 100 سنة. وبرضه اتنقل لنا عن طريق تبادل الثقافات، التجارة بين الشعوب وبعدها السفر. وعايزة أقول لكم هو مفيد جدا لمرضى السكر، لأنه بينظم نسبة السكر في الدم وبيدي طاقة وحلو جدا. بصوا بقى، هنبدأ نقلب كده تقليبة كويسة. عايزة أقول لكم الشوفان ده من الحاجات اللي بتعمل سكراب رائع للبشرة، بالذات الناس اللي عايزة تتخلص من الجلد الزيادة. وفي ناس كمان بتحطه على الزبادي ومعلقة عسل وتروح بيه الساونا، يعني تقعد بيه وبعدين تبدأ تفركه في الجسم ويتعمل بيه ماسك رائع، حتى للعرايس بيعملوا بيه كده. تعالوا بس إيه، نقلب تقليبة حلوة كده. لازم يخمر. هوري حضراتكم بقى اول ما بقى عجينه كده، خلينا نشوف الملمس. بسم الله، بصوا الملمس ده لسه خشن، يعني هيستوعب ميه تاني عنده. بصوا عامل ازاي. فانا هحطه، اول ما هتسيبوه بس يبدا يتحط في البوله هتلاقوه نشف. لا هزوده شويه، ما تخافوش. كل ما بيشرب الميه، مش لدرجه انه يلين يعني، كل ما هيديكوا نتيجه احسن. خلاص انا هحط برده نقطه كده واحنا شغالين، وهوريكم بقى اللي خمرت بعد ساعه، بس عشان تبقوا عارفين قوام العجين. بسم الله، الحله بتاعه نفس العجان نطفت ازاي وهو بدا ياخد اهو شكل العجينه. تعالوا بقى اوريه لحضراتكم. ايوه هو كده. خلاص بسم الله، هاخد كده مفروض معلقه كده، يعني بصوا بيبقى بيلزق سنه، ما تخافوش عادي، ده طبيعي هينشف كل ده، مش هيبدا بيلزق بعد كده. بس شايفين العجينه طريه ازاي، بندوس مش بتشقق، ده المهم. خلاص لازم اسيبها تخمر، فخليني بقى احط كده نقطه من الزيت، زيت زيتون نقطه واحده، وهعمل كده كده كده، وهغطي عليه في الكلانفل وهسيبه ساعه لازم علشان ايه، علشان يخمر كويس. وهوري حضراتكم بعد ما بيخمر اهو كده، هوريكم شكله عبر ما انا ايه اروح اهو هغطي دي بقى ممكن بده، ونسيب ده بقى في مكان دافي كده او على الرخامه، احنا في الحر يعني هيخمر على طول. وبصوا بقى اللي خمر اهو، بصوا اهو، هنفرد بقى واحنا شغالين اهو، وهقطع منه كور على قد الايه. بصوا بقى العجينه كمان بعد ما خمر بيبان لو نشفت زياده او بتتكسر أو بتشقق، يعني هي كده تمام. يلا أنا بقى هقطع منه حتت وأبدأ أفرد، وهستسمح حضراتكم عقبال ما أفرد كده حجم الرغيف أهو. وهفرده برضو على دقيق شوفان، هستسمحكم في استراحة صغيرة ونرجع نستكمل باقي الحلقة بتاعتنا. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية. بصوا أنا فردت رغيفين كده بالصوم كده، يعني مش كبير
سمك متوسط. وهنبدا بقى بسخن طاسه كويسه على النار تسخن قوي قوي، وبعدين اعمل فيها العيش. بصوا شكله جميل ازاي، جميل جدا ومغذي جدا. وبعدين هننفض بقى، انا حطيت فردت على شويه دقيق شوفان، احنا هننفض الدقيق كده عشان ايه ما يتحرقش في الطاسه، عشان لما اجي احط الرغيف الثاني ما يدينيش لون ايه غامق عليه. وعقبال ما الطاسه بقى تسخن ونعمل العيش ده، تعالوا ننزل وصفه لطيفه سهله كده. في ناس بتحب تعمل ساعات حاجات سهله وبسيطه في البيت مقرمشه، زي لقمه القاضي وزي بلح الشام والحاجات الحلوه دي، طبعا غير اللي طلبته مننا كارلا هنعمله طبعا. لكن هنعمل وصفه كده لطيفه سهله مختلفه، حاجات الناس اللي بتحب الحاجات اللي تنزل في العسل كده. طيب في لفائف كده، لفائف العسل حاجه بنرولها كده رول تبقى لطيفه. تعالوا نشوف المقادير بتاعتها ونبدا ان ايه نشتغل فيها. اعمل العجينه واسيبها ترتاح قبل ما نخبز العيش. عندي دول 2 بيضه، وعندي معلقه كبيره من السكر، وعندي معلقه صغيره من الفانيليا، وعندي ربع كوبايه لبن، وعندي معلقه كبيره من الصودا. الصودا دي صودا المشروب اللي بنشربه، صودا مش بيكنج صودا. وعندي كوبايه ونص من الدقيق تقريبا يعني 300 جرام، وعندي رشه ملح وزيت للقل. الشربات كوبايه وربع سكر على كوبايه الا ربع ميه، واللي عايز يحط كوبايه وربع الكوبايه وربع يبقى خفيف ماشي، صيه مش محتاجه شربات تقيل قوي زي لقمه القاضي ولا بلح الشام. عصره نص ليمونه، وممكن اللي عايز يضيف معلقه عسل ابيض او معلقه من العسل الجلوكوز برضه هتبقى حلوه قوي، هتمنع تسكيره الايه الشربات. طيب تعالوا بقى بسم الله، انا بسخن الطاسه هنا. طيب هنا بقى هحط، بما انه بقى الموضوع جميل، هاخد كده البيض والسكر في بوله، علو كده هناخد البيض والسكر، هنخلط الحاجات دي. بس انا ايه هطمن الاول ان البيض سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بيضه، البيضه الثانيه. طبعا البيض ده من الحاجات اللي بتدعم المناعه، بيدي احساس بالشبع، بالشبع كويس. حطه كتير مع سلطات وحاجات بديل البروتين طبعا الحيواني، لانه في الاخر ممكن ما ناكلش حاجات تقيله فيها لحوم، بس البيض يعوض. بسم الله هحط البيضتين والسكر، وعندي شويه ملح، شويه اسفه لبن. هنخلط بس الخليط ده الاول مع بعض. بسم الله، وهحط هنا الدقيق عليه ذره ملح، والطاسه هنا تمام سخنت، هنزل فيها العيش. ذره ملح، خلي دي. بسم الله، وهنا زيت عشان نقلب، نقلب الخليط ده كده مع بعض. وبعدين العجينة دي هتلاقوها يعني عجينة كويسة متماسكة. بسم الله الرحمن الرحيم، وإيه وننزل كده. بسم الله، الريحة بتاعت الإيه نقلب تقريبة حلوة. والصودا، معلقة الصودا بس. العجينة كويس لحد ما العجان ينضف. تعالوا نبص كده على العجينة، بصوا جميلة ازاي، الله، بصوا عجينة حلوة قوي. تعالوا كده اهي، ايه دي العجينة، حلو الكلام. هنسيبها بس ترتاح شوية صغيرة قبل ما احنا نخلص الايه العيش اللي معانا ده، هسيبها ترتاح هنا وهغطيها طبعا. بسم الله،
وممكن نعمل كمان كور صغيره منها هتبقى الطف، عشان بس انضف الايه الكاونتر قدامي اهي، حبه صغيرين كده وهسيبها هنا. الشربات نقدر نعمله ونسيبه في اي وقت حضراتكم عايزين تستخدموه. العيش ده من الحاجات الرائعه، وممكن كمان ندخل واحد الفرن بيبقى روعه. اهم حاجه ننفضه، يعني ايه كده ننفض الرغيف ونريحه. ليه؟ علشان يعني ينزل من عليه ويريح كده اهو. على الايه؟ اه شغلت على الزيت يا حبايبي. خلاص بصراحه الرغيف مشبع وجميل بجد وريحته حلوه. بصوا احنا مطلعين منهم وهم شويه بس رائع بصراحه. تعالوا بقى نشيل ده، ننظف كده الكاونتر علشان ايه العيش. بصوا جميل ولسه اللي هيطلع معانا اجمل كمان. نفضل نقلبه كده يمين وشمال علشان، وزي ما قلت الطاسه لو فيها بواقي من الدقيق مثلا واقعه هنمسحها، علشان لما احط الرغيف الثاني ما الدقيق ده مع السخونيه الكتير بيتحرق فيروح مدي لون غامق للرغيف اللي انا هحطه بعدها اهو. ونقدر ندخلها الفرن برضو. خلاص هاخد بقى انا شويه هنا من الايه، يا سلام ندي العادي بقى نشكل الايه الحاجات اللي احنا عايزين نعملها دي. وانا بسخن عيش اهو، بسخن اسفه زيت، يبدا بقى ياخد اللون. رغيف روعه، بس وبساعده يستوي من ناحيتين عشان كده بقلبه كل شويه. طيب اللفائف دي هاخد كده منها كور صغننه. عندنا دقيق ابيض، ايوه عايزه شويه دقيق ابيض، ايوه عايزه شويه دقيق ابيض ماشي. اه تعالى هاتهم يا محمد. بصوا كورتين كده صغيرين كده، انا دي بوله بس فيها بواقي الدقيق اللي انا حطيته، فباخد كده عشان اعرف اشكلها من غير ما ايه ما يلزق في ايدي اهو. شايفين هنا حط لي شويه هنا يا محمد. اتفضل. طب تسلم ايدك، شكرا ليك. بصوا بقى هاخد كده وافرد المردانه برضو. طبعا العيش افضل اقلب الناحيتين هنا، رشه دقيق صغننه اهو كده. بصوا كده نفردها كويس. اهم حاجه الفرد بقى، تقدروا بقى تعملوها الشكل اللي يريح حضراتكم. في اشكال كتير تقدروا تعملوها، تعملوها شرايط زي المخروطه تعملوها، المهم ان هي طعمها حلو مختلفه كده. ناخد بقى القطاعات او الرول اللي احنا ايه بنقطع بيه، بنفرد بس كويس العجينه دي، هطلع منها كذا واحده كده هنا كده. بس وانا بفرد عشان ايه مطلع سخونيه اصله فعامل حر. بصوا كده وصفه بسيطه وجميله وسهله اهو. ناخد بقى الرول والزيت هنا بدا يسخن اهو. بصوا بدات تبقى طريه برضو، معلش هريحها كده كده اهو. اخر فرده ونقطع بقى بالايه، في بقى العجله اللي هي المشرشره، في العجله الثابته بتاعت البيتزا اللي متواجد عند حضراتكم اعملوه. احنا شفنا الشكل ده في وصفات تانية بس عجبنا يعني فقلنا نعمله. بصوا حطيناها لي فين يا حبايب قلبي الروله؟ اوكي هي مش باينه جنب المردانه بس ماشي. يلا بسم الله هاخد كده اسويها، بس هشيل دول وناخد كده خلاص. ممكن نعمل كده ونرول. بسم الله العيش
كده، شايفين زي دي كده، ونثبتها لازم عشان ما تفكش في الزيت اهي. شوف الزيت كده، ها دي لازم تتفرد شويه، عايزاها تبقى رقيقه. ايوه كده كفايه، كده كفايه اهي. واخد دي معاها كده زي ما حضراتكم شايفين. ناخد سبيك يعني، وبعدين هنجهز بقى الشربات فين كده اهو. اعملوها بقى الشكل اللي يريح حضراتكم. انا بس ايه عجبنا شكل اللفائف اللي هي شكلها زي الرول دي، يعني شكلها حلو بصراحه يعني كده. شايفين هقطع الجزء التخين ده اهي، شايفين العيش بدا ينفخ معانا. حاجه سعاد اهلا وسهلا. يا حبيبتي ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا، ازيك يا بنتي عامله ايه؟ انا بخير طول ما حضرتك بخير. انت وازاي صحتك وازاي ولادك؟ الحمد لله يا امي تسلمي لي. دايما بخير يا بنتي. الله يسعد قلبك يا امي تسلمي لي. ربنا يبارك لك حضرتك ويكرمك. ربنا يكرمك. ممكن بس بعد اذنك اتفضلي تنزلي لي مقادير العجينه دي تاني مع حضرتك؟ من عيني من عيني حالا. يلا يا ندى نزلي حالا حاجه سعاد. ربنا يبارك لك انت وندى ان شاء الله. امين. العجينه اللي احنا بنعملها دي يلا تسلمي ماما تسلمي، شرفتينا ونورتينا يا امي. اتفضلي اتفضلي حبيبتي اتفضلي في حفظ الله. يلا يا نودي اهي، بصوا كده العيش خلاص يا جماعه، لازم يتغطى عشان ما ينشفش. معانا العجينه اهي حاجه سعاد، حطيت بيضتين عليهم معلقه سكر كبيره وشويه رشه فانيليا وربع كوبايه لبن، خلطتهم مع بعض. المعلقه الكبيره دي عايزين نقول صودا، ماء الصودا، معلش نفصلها عشان الناس ما ايه ما تستخدمش الصودا اللي هي البيكنج صودا. وبعدين ضفت عليهم الدقيق بعد ما حطيت عليه رشه ملح بسيطه قوي، خلطتهم مع بعض. اول ما اتعجنت ناعمه كورتها كور متوسطه زي ما حضرتك شفتي، وبدات اشكلها كده، افردها كويس قوي وارققها واقطعها يعني مستطيلات كده. انتوا حاطين الشربات فين يا حبايبي؟ ها علشان تطلع معانا. وادي رغيف اهو طلع روعه، خلينا برضو نحطه هنا، لازم يتغطى. ماشي هبص عليه. وادي الرغيف التاني اللي عملناه اهو، بسم الله. وناخد بقى الشربات فينه حبايب؟ ايوه شفته خلاص عندي. لا الشربات مش ده، حطه فين يا محمد؟ تحت خالص. هخنقك يا محمد. فين فين؟ هخنقك يا محمد فعلا، يستاهل ان انا اخنقه والله عشان بعد قوي عني الحاجات. طب ناخد كده بوله، يلا بينا اهو. هنطلع بقى الوصفه الحلوه دي ننزلها في الشربات يا روني، دي اخر حاجه. يلا بينا بسم الله. شايفين ازاي اهي؟ ظريفه جدا وخفيفه وسهله مغذيه اهو، وصحة وهنا. وما تطلع بقى نبقى نشيل منها التوسبيكس بعد ما تنزل في الشربات. خلاص كده اهو. ودلوقتي بقى طبعا هنستعد علشان الفقرة الخاصة معانا، الفقرة الطبية اللي هتبقى مشاركانا فيها ونورانا دكتور ريهام الحياوي ان شاء الله اهو. ادي الشربات. حلوة فعلا. الولد عاصم كل النسخة اللي عندنا حته منها. طيب كل حبه صغيرين يا فندم انا بعترف. عجبته مش عارفه ليه، كان المفروض نعمل حاجه ما تعجبوش. وادي الايه، ادي اللفائف اللي حضراتكم شايفينها اهي بالشربات
بصوا بقى شايفين جميلة ازاي؟ ممكن بقى تزينوها بأي حاجة انتوا عايزينها. شايفين جميلة ازاي؟ والله رائعة ما شاء الله اهي. بيقولوا لي يلا عشان نلحق ندوقها. انا هدوق قبل. بصوا بصوا بس عايزة بس مخرجنا يبصوا الرول شكلها حلو قوي. وبعدين بصوا نقدر نطلع التوسبيك بسهولة ازاي؟ اهي تسمح لي ادوقها حضرتك؟ بصوا ما شاء الله طعمها حلو قوي. يلا هم عايزين يدوقوا. هنستسمح حضراتكم في فاصل ونرجع ان شاء الله مع الدكتور ايهام الحياوي في انتظاركم.